عسلامة. عسلامة أختي. لبس؟ والله الحمد لله. هاي أرواحي وأرواحي. قدم لي روحك. أنا طارق. إيه؟ ونسكن في ليباناني وراني في تونس حاصل. تحية لأهل الجزائر. ربي يحفظك. كنت رايح الجزائر اليوم صباح ما خلونيش ندخل، قالوا لي لازم الفاكسة. وانا الفاكسون مانيش حاب نديرها اختي، نريسكي بحياتي، ما على باليش، ما نعرفش الفاكسون. انت ما عملتش فاكسون جمله؟ ما عملتش الفاكسون جمله. جرعه اولى لا ثانيه؟ لا جرعه اولى لا ثانيه. علاش؟ ما نعرفهاش انا، ما نديرش فيها كونفيونس. هو عملنا احنا ولاباس. انا نستناكم انتم على اربع سنين ما يصير لكم حتى شيء. بعدين نسويها انا. ما نعرفش. تقعد وحدك على كوكب الارض؟ وحدي اختي وحدي، غير انا. لا لا لهم في عمرهم. امين. امين اختي. تعمل في حياتك؟ انا ايتيديو نقرا. نقرا في لونجلوتا يونيفرسيتي اوف جون مورت يونيفرسيتي ليفربول. جيت لتونس. تونس باش ندخل الجزائر عندها 7 شهور ما خلاونيش ندخل. انا في تونس عندي حتى 7 شهور في تونس وباينه في تونس عفسه ما تخصنا احنا لي زالجيريان. 7 شهور حاصرينك في تونس؟ ايوا 7 شهور. كيفاش عديتهم 7 شهور؟ عديتهم بالبيان الحمد لله. وي باهي العيشه في تونس. غالية غالية بزاف، عندكم لي بريم تاع الأوروب أخويا. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ تونس غالية برشا. عندكم لي بريم تاع الأوروب والله أخويا. بزاف غالية بزاف. ما كيفاش نفهمك؟ 20 دينار شحال راهي في الجزائر يا أخو؟ 140. وشنو 140؟ 140 140 ألف 20 دينار. 20 دينار أختي دوكا ندخل ريستورون هذاك ناكل شوية شاورما كازوزا بوكا وسي بون. في الجزائر 140 ألف وش شحال تجيب ستايط؟ تجيب ستايط ساندويتش شاورما باينه في ليبوناني. تحس انه المعيشه نفهمك عفسه، احنا في الجزائر الصالير تسمى البري تاع الخلاص 2 ملايين جزائريه، ما تعمل لك حتى شيء في الجزائر. بصح لي بري رخاص، رخاص ملاح لي بري. هنا لي بري في تونس غاليين بزاف بزاف بزاف، مش نورمال. مش نورمال خلاص. كيفاش عامل ماله؟ انا كيف عامل؟ قلت لك احنا جزيرية ما نعيشوا بورتو عادي، احنا وين نروحوا الحمد لله بقدرنا والناس يحبونا. يحبوكم توانسة برشا ولا ايه؟ والله غير يحبونا توانسة فري خاوتنا. نطيحوا في توانسة يحبوا يبروفيتي، يحب زعما يقول لك زعما عفسة تدير 10 دينار يقول لك 30 دينار. ما زالت الحكاية هذه؟ زالت الحكاية هذه معناها حتى مع الأشقاء الجزائريين اخواتنا يديروها. يديروها سيرتو بزاف الناس يديروها، بصح مش كل حرام. قال لك ان بعض الظن اسم مش كلهم. أي. اما تفيق بهم اللي يعملها لك الحاجه هي؟ نفيق بهم، خادم غربه ما نفيقش بهم. شنو تحب تقول لهم قدام الكاميرا؟ نقول لهم خوتي احنا كنت جونا للجزائر ما نعملوكمش هكا. عفسه دير 10 دينار نقول لك 10 دينار خويا ما بروفيتيش. صح المعيشه صعيبه في تونس وكل شيء بصح ما راكش باش تغدر خوك ولا انا تزيري ما نعرفش. ما تقول لي هذه 20 دينار باش نصدقك انا. بصح مين داك لي بري بيزيدوا عليهم بزاف في تونس بزاف ماشي نورمال. واش راح نزيد لك؟ شنو هو الحاجات الباهيه اللي شفتهم في تونس وعجبوك؟ الحاجات الباهيه اللي في تونس كيفاش نفهمك اختي؟ الحاجات الباهيه هي كي شغل توانسه مش هذا يشوف فيه هذا ولا خويا واش راك؟ جزائري هذا جزائري خويا منين خويا؟ زوج جزائريين تقابلوا توا عندي جزائريين هاو تروازيا واقي هاو تروازيا مولاي برايجي هايا ارواح يا ارواح تهدر ارواح ارواح غير تبكي معاك ما تحشمش ارواح ارواح هاو حشم قول السلامة كهو قول السلام وراك ارواح ارواح وفي ملاحة في ملاحة لمت الحبيب. السلام عليكم واش راك؟ سلامة لاباس بخير. هذا حوزو من الايروبور صباح قالوا له لازم فاكسان جا من باري هذا يقرا في باري. اصحاب انت وياه؟ لا اصحاب اليوم عرفتوا في عرفتوا على بعضكم ثلاثه معناها قدامي تعرفتوا على بعضكم. هذا عرفتوا اليوم في الايروبور وهذا عرفتوا تو انا عرفتكم هذا وين عرفتوا متشرفين ان شاء الله عليك خير ان شاء الله. الجزيريه ان شاء الله ديما ملمومين في الخير غير نحبوا بعضنا سيرتو في الخارج. الجزيريه نحبوا بعضنا بزاف احنا على برا نرفدوا بعضنا من الله بعضنا خاوه ستنى هكا كي تلقاو ربعاتكم في بلاد اخرى. بيان سير بيان سير. انت واش دير في تونس يا انا خدام خويا راني نخدم. انا ماشي خدام يا هو محصور عنده 7 شهور في تونس خوك هنا من الاخر والله من الاخر اروح تسكن معايا عندي دار صاحبي اروح والله اروح والله ربي يحفظك عندي دار ندي معايا يسكن معايا الله يصلك حنا تزيريه وين نعيشوا مش قدام الكاميرا ولا من بعد نتفاهموا صاحبي صار عليك كي يكملوا من الكاميرا تفاهموا يا ودي خلي باش نقول له عفسه
شت حنا جزيريه بزيرو دينار نعيش في كندا عادي ما نسحقش كاع دراهم انا يا اخو والحمد لله صاحبي شت بقدرك بقدري نعيش بارتيو يا من يحترمونا ولا غير يحترمونا والله يحترمونا باينه يا اخو من اديش حنا جامي الادي انا حبيت نقول حاجه على جماعه الفتنه هذوك تاع فيسبوك فيسبوك اللي يكتبوا في الفيسبوك ما يقابلوش الواقع ما يخرجوش انا حاجه اصبر انا حاجه ما تعرف ما تعجبنيش في تونس باش نحكي من الاخر نورمال ما نخاف من حد شيء الخوف من ربي من الاخر والحمد لله جامي اداوني الحمد لله وعندي صحابي توانسه دوك يجي وراهم غير لهنا يعني عملت صحاب توانسه عندي صحابي توانسه رحنا الحمام مات قعدنا في لوبيسين تما في واحد لوتان نسيتو يا عندي صحابي توانسه عندي بزاف وديديكاس لصحابي توانسه بيان سير كيفاش علاقتكم عزيز نقول نهضر على اسمهم ديديكاس خويا عزيز وخويا لقمان وكاينه عفسه كاينه عفسه العنامبه العنامبه في تونس اسمح لي خويا رجال وتحيه خوتي العنامبه العنامبه وخويا محمد وخويا كادر هو خوتي العنامبه نحبهم يا والله الحمد لله يا رب وباب البحر باش تعطوها لنا للجزائر خويا خذوها باب البحر نتاعنا باب البحر وباب السويقه نحبوها احنا الحومه هذيك نحبوها الحومه هذيك الحومه الشعبيه تاعهم صاحبي والله اقسم بالله صاحبي بليزيره والله شبيبين في تونس افريقي افريقي كلوب افريكا ارواح هذا تونسي كلوب افريكا هاو لي كلوب ادخل الكاميرا ادخل يا ودي ادخل ورينا مكاشني يا اخو كلوب افريكا انت يا ما معك تلعبوا مع سي ار بي لا طرشي مع سي ار بي يا تالله تم قلت لك تالله عليك الحوم الشعبيه تاعكم الله يبارك والله نبدا نمشي مع اصحابي توانسه معناتها عطار ولا قهوه ولا كي يسمعوا بلي تزير يفرحوا بيا والله يا ستي يا ستي روح الباب سويق نشوفوك اخويا يا ستي يا ستي روح نشوفوك خويا سمحت فينا اسمع يا ستي بدران توغاي توغاي اللي تحومتي فلوس عندي زير يلعبوا هنا في توغاي كبابشي ريبوي يربيك باشي حبيتي ماكس نعرفوه نعرفوك مليح توغاي ديديك اصليك خويا العزيز شنو هو الطرائف اللي صارت لكم في تونس وشنو طرائف عفسه الضحك حبس الضحك فلوكسو مين داك ما نفهمش دوك نروحوا ولا نحكيو نحكيو هضرات مثلا احنا في الجزائر دقيقه يو تلفزيون يو تلفزيون نحكي مع صاحبي الطرائف حبس الضحك احكي لها داكي نحكيو مثلا نحكيو لافوا تاعنا شتي احنا في الجزائر 48 ولايه درك ولات 58 ولايه عندنا كل جهه لغه تاعها كل ولايه كل واحد كيفاه يهضر شتي كي نهضروا معاهم هنا الهضره نتاعو هو اصعب من الهضره نتاعك انت انا كي تفهمي فيا انا احنا ولاد الجزائر يا اخو لا باسكو انا من الشرق معناتها قريب ليكم بزاف فهمتي انا مخلوف في سكول في سكالا هذاك مهبول انا مخلوف في سكول في سكالا اي والله قلت لك نهضروا معاهم بواحد لاكسون هكا ما يفهموناش يبداو يضحكوا علينا ماشي يضحكوا علينا كما ما نهضروش انا يضحكوا معنا معناتها فهمتي انا باش انا باش نقعد فوق يهضروا هضره ولا نضحكوا هضره لا التونسيه سهله يا اخو سهله بزاف سهله تملي وانا صغير والله انا تونس باش نبقى فيها نزيد فيها شحال 10 ايام نولي نحكي تونسي مرحبا بك ربي لا سهله لاكسون ربي يحفظك اختي يعطيك الصحه لكم كلمه الختام نقول حاجه برك ما تقطعنيش صراحه عليك والله ربي يصفي القلوب والله باسكو شتي والله احنا التوانسه والله غير خاوه والله ما من المغاربه خاوتنا انا المغاربه خاوتنا اسمح لي المغرب العربي كله اسمح لي خويا انا لو دقيقه اسمح لي حندير فتنه حندير فتنه عادي فتنه لهنا الخليجيين متالي شريكي ما نحبوكمش ادوا دراهمكم وروحوا احنا نعيشوا بلا دراهم والحمد لله وحنا ربي مولانا جميع خليجي مش كلهم مش ما نظلمهمش عندي صاحبي سعودي فريلي الزوم وسموه عالي ديديكاس ليه ابار عالي خليجيين هذوك حاسبين الدنيا فلوس حاسبين راهم يشرونا احنا ما نشراوش بالفلوس خويا وتحيه للجيش الشعبي الوطني والله يرحم القايد صالح